موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أنواع النجاسات اثنين. نستكمل الكلام عن بقية أنواع النجاسات. النوع الخامس من أنواع النجاسات المني، وهو ماء أبيض ثخين لزج يخرج عند الجماع بشهوة ودفق ويعقبه فطور. وأدلة لزوم التطهير والتطهر تدل على نجاسته، قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الفرق هذه دليل على لزوم الإزالة مما يدل على يعني النجاسة. السادس المذية، وهو ماء أبيض أيضا لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقب فطور، يعني كما هو في المني يعني، ومع ذلك هو نجس. سبعة الودي، وهو ماء أبيض أيضا ثخين يخرج بعد البول عادة، والحمد لله رب العالمين.